طبعا زي ما شفنا كده في تقرير اسباب كتير خلت يعني الناس اللي كانوا متواجدين معانا من جمهور النادي الاهلي في التقرير اللي فات ان هم يكونوا اهلاويه، فبالتالي يعني اكيد بيبقى فخر كبير لاي حد ان هو ينتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي، وفي انديه كبيره بصراحه برضو في مصر، يعني اي حد بيبقى دايما فخور بالانتماء الخاص بيه يعني. فبالتالي اكيد تقرير كان مميز جدا. طيب خلينا ناخد مداخله هامه جدا، كابتن خالد بدره نجم الكره التونسيه. كابتن خالد برحب بيك، منور قناه النادي الاهلي. مرحبا بيك حبيبي، مرحبا بالشعب المصري وقناه النادي الاهلي. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله حبيبي، اخبارك انتم؟ طيب عايز استغل طبعا فرصه تواجد حضرتك معانا ونتكلم عن مباراه الاهلي والترجي، سواء المباراه الاولى كانت بالامس، نبتدي بيها الاول، وعايز اعرف تقييمك للمباراه ورايك فيها ايه. والله مبروك النادي الاهلي على الانتصار وارتك الترجي. الترجي قدم مستوى طيب امبارح، زاد نفس الشيء النادي الاهلي. المباراه كانت ماشيه في طريق معناتها ممتاز، ثم خيارات معناتها صعبه اللي هو التحكيم معناتها كان ظالم معناتها بالنسبه لي انا اللي نشوف. تمام. معناتها حتى الفار معناتها ما تعرفش فيه الحكم، معناتها عنده راي ثاني، والمباراه ان شاء الله ما تخرجش على نطاق الروح الرياضيه، معناتها كانت مباراه طيبه. مباراه العوده مش تكون مباراه صعبه للفريقين الاثنين، للنادي الاهلي والترجي، وان شاء الله اللي مش يكون حاضر وجاهز على جميع المستويات هو اللي مش يتوج بالكاس الافريقيه، هذه الكاس الافريقيه المحليه. انا نقول ان شاء الله النفوس معناتها تهدأ في مباراة العودة. صح ثم تشنج كبير معناتها من جانب الجمهور الترجي على التحكيم، معناتها ما كانش في المستوى الحدث وفي مستوى دور نهائي. يظهر لي هو كان عرس معناتها بأسهل معنى الكلمة، جاء الحكم معناتها كان عنده أحكام أخرى، ما عاد خرج المباراة على النطاق نتاعها وما كانش دور نهائي معناتها اللي يليق بسمعة الفريقين الاثنين اللي هو النادي الأهلي فريق كبير، فريق مش في حاجة معناتها الإعانة معناتها من حكم النادي الأهلي بالقاعدة الجماهيرية نتاعو باللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي وتعداوا على النادي الاهلي، معناتها يدل على كوننا نادي فريق كبير. المفروض معناتها في الهدايا للنفس هذه معناتها صعبه وصعبه جدا. ما تجيش ان شاء الله، معناتها نحن نقولوا النفوس تهدأ وان شاء الله الاجواء تكون على العال. صح هي مباراه العوده مش تكون صعبه من ناحيه ثم شويه تجنج معناتها من الجماهير، معناتها ما كانش ان شاء الله معناتها نقولوا نحن ان شاء الله يصير خير وان شاء الله احنا شعب واحد ونحبوا نحديوا النفوس، واليوم النادي الاهلي انتصر في المباراه هذه، نقولوا له مبروك ان شاء الله في مباراه العوده، زاد نقولوا مبروك للترجي ان شاء الله ليش لا. طيب كابتن كابتن خالد، طبعا عايز اسالك عن حته التحكيم بالتحديد، وانت بتتكلم عن التحكيم وشايف ان التحكيم يمكن كان سيء من وجهه نظرك او من وجهه نظر الناس في تونس، لكن هل التحكيم ده مش جزء من المباريات ومن كره القدم بشكل عام، وزي ممكن من وجهه النظر التونسيه يكون فريق الترجي تاثر بالتحكيم بالامس، ما النادي الاهلي برضه تاثر بالتحكيم في العديد من المباريات وكان من ضمنهم مباريات الترجي، ولو كلنا نفتكر يد انرامو في 2012 او 2011 بالتحديد، اعتقد يعني التحكيم يعني جزء من اللعبه بشكل عام، مش ده اللي يؤدي لشد اعصاب عند الجماهير او بعض الكلمات اللي بتخرج من الجماهير يعني. لما يكون حكم، انا مش انا شفت مباراه الترجي وكانت مباراه الاهلي والترجي في رادس، والهدف اللي سجله مايكل انرامو باليد معناتها شفناه نحن، ثم بعد ثم هذا مراقب الخط مش الحكم، هو مراقب الخط هو اللي يشوف في المباراه. انا نرجع لك معناتها على التحكيم، هي كانت مباراه معناتها كانت ماشيه في نسق معناتها ممتاز اللي مش نتفرجوا في كره قدم في زوز انديه كبيره معناتها على الصعيد الافريقي. اللي يجي حكم معناتها يفسد العرس الكروي الممتاز، معناتها هذا الشيء اللي يدل على ضعف التحكيم. أنا مش نحكي على النادي الأهلي، النادي الأهلي أكبر من الحكم والترجي نفس الشيء. طبعًا. معناتها فرق كبيرة، فرق كبيرة الاثنين، المفروض معناتها ماناش نحن في حاجة للحكم باش يعطي ضربة جزاء معناتها للنادي الأهلي، ولا يعطي ضربة جزاء ثانية معناتها للنادي الأهلي، معناتها احنا كي نشوفوا اللي سوى الحركات هذه
وفسد العرس الكروي اللي هو الحكم. مانيش ضد الجماهير الاهلي ولا لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي كانوا ممتازين، كانوا عندهم خلق عاليه كبيره، زاد نفس الشيء الجمهور جمهور النادي الاهلي. انا مترفعين معناتها على الحاجه هذه. اما احنا نتكلم على التحكيم. التحكيم هي كانت مباراه، ما عدا كانت مباراه ممتازه. كان فينا سقط معناتها ممتاز. الحكم اول ما دخل يعطي كارت اصفر للشمس الدين الغوادي اللي هو عارفه ما يلعبش دور، يزيد يعطي كارت اصفر لفرانكوم. انا اقول مستحقه الكارت الاصفر لفرانكوم. انا شمس الدين الغوادي كانت قاسيه على بس كان التدخل قوي برضه من شمس الدين الزوادي على ازارو، يعني برضه اعتقد يا كابتن خالد. لا لا لا، انا بدي اشوف ازارو، ازارو عنده كارت احمر قبل ما يسوي طيب ضربه الجزاء. طيب شوف الكف اللي اداه لشمس الدين الزوادي. احنا نتكلم، انا راني انسان واقعي وحقاني. اوكي. لما يكون معناتها فريق معناتها ممتاز وفي جهه تصارع الترجي في 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 رادس بالذات، معناتها كان فريق متكامل ومتجانس ومتناسق وعنده خطط تكتيكيه يلعب بها. تمام. تصر معناتها في المباراه وكان مبروك. طيب كابتن، طيب كابتن خالد، عايزين نتكلم عن مباراه العوده. شايف المباراه ازاي من الناحيه الفنيه، خصوصا طبعا من خلال المباراه في ملعب رادس، واكيد هيكون في حضور جماهيري غفير لجمهور الترجي التونسي. المباراه من الناحيه الفنيه ممكن تشوفها ازاي خلال مباراه العوده؟ هل الغيابات هتكون مؤثره سواء بالنسبه لفريق الترجي اللي بتتمثل فيه فرانكوم وشمس الدين الزوادي، وايضا بالنسبه للنادي الاهلي كابتن احمد فتحي طبعا واحد اهم اللاعبين في النادي الاهلي؟ شايف الغيابات ممكن يكون ليها دور كمان في مباراه العوده؟ أنا أقول إن مباراة العودة مباراة صعبة وصعبة جدا، يصعب التكهن فيها. الترجي الرياضي التونسي دخل في من امبارح معناتها من اليوم معناتها يرجع لتونس، ثم راحة للعيبة، تحس اللي ثم معناتها استرخاء معناتها للاعبين، بعدهم على الأجواء معناتها اللي كانت مشحونة والضغط وزاد نفس الشيء ضغط الجمهور. أنا نشوف تكتيكيا معناتها المباراة مش تكون مباراة قوية من الناحية البدنية. نشكوا في أعصابه في المباراة هذه، هو اللي نشكوا بنقاط الفوز. الترجي الرياضي التونسي عنده لاعبين معناتها ماهوش باش يقف على فرانك كوم ولا شمس الدين الزوادي. ترجي ماكينة كبيرة تنتج اللاعبين، قادرين ثم لاعبين معناتها المعوضين مش يكونوا في المحور الدفاعي ولا في وسط الميدان، مش يخليوا صح هما خلاو فراغ لاعبين، اما اللي مش يكونوا موجودين معناتها في الدور النهائي مش يغطيوا الفراغ اللي خلاه فرانكوم وشمس الدين الزوادي. نشوف انا مقابله معناتها ثم اندفاع بدني معناتها من ناحيه في الكرة القدم، معناتها نحكيو كرة قدم مانيش نحكي في معناتها خشونة ولا مش في ضرب ولا شيء، لا لا، احنا مش نتكلم من كرويا. انا الامور العنف هذا معناتها نتجاهل وما نحبش الامور هذه تصير. ان شاء الله ما تكون مقابله اللي تليق بسمعه الفريقين الاثنين، اللي تعطي تعطي معناتها فكره وصفه عامه على الصعيد العربي ككل وعلى الصعيد الاوروبي. انا حتى ثم ناس تتفرج فينا وتتابع فينا، واحنا بحكم القرابه معناتها على اوروبا ثم ناس تتابع في المباراه هذه بالظبط، تشوف المباراه هذه ان شاء الله تكون مباراه ممتازه اللي تليق بسمعه الفريقين الاثنين، والاجدر واللي يستحق باش يتوج بالكاس نقول له مبروك، واللي ينهزم نقول له هات لك وان شاء الله السنه الجايه. تمام، وده اللي هيخلينا نسال حضرتك عن العلاقات ما بين الاهلاويه والترجويه بالتحديد. احنا عارفين ان هي العلاقات دايما بتبقى رائعه، وحضرتك اكيد كمان زرت مصر اكتر من مره وكان في استقبال رائع بالنسبه لك. الجزئيه دي بالتحديد حابب تقول فيها ايه؟ وعايز منك كمان رساله لجمهور الفرقتين قبل المباراه المصريه وهي مباراه يوم الجمعه القادم. والله هي مباراه الاهلي والترجي، ونحن اول شيء دائما احنا نقول رانا اخوات بالضبط، مش مباراه قدم، هي مش بعدنا على بعض ولا مش تفرق الجماهير الاهلي ولا الجماهير المصريه ككل على الجمهور التونسي، احنا نحب بعض. صارت مشاكل معناتها بين مباراه الزمالك والنادي الافريقي بالضبط، الحمد لله معناتها تسوق الموضوع ورجع في اسرع وقت، معناتها ما خرجت ابعاد سياسيه ولا ابعاد حسب ولا مشاكل. نحن نقول للشعب المصري والشعب التونسي شعب واحد بالظبط، نحبوا بعض. ان شاء الله المباراه معناتها تكون تحت كانت الروح الرياضيه، ان شاء الله يمشي يقدم المستوى والمستوى الطيب ويحطوا في اعصابه، ان شاء الله نقول له مبروك، واللي ينهزم نفس الشيء يقول له هاتلك. ان شاء الله جمهور الترجي يكون رزين في مباراه يوم الجمعه، ان شاء الله يشجع معناتها يشجع فريقه بحماس وبحب، وان شاء الله ما تقولش على اللي داخل فيها وغالبا انا نشوف ان شاء الله بعد فتره ثم انتم حتى تمشيو لتونس راكم جيتوا لبلدكم، واحد زاد نفس الشيء لما رحنا كنا عندكم بالظبط في بلدنا، وان شاء الله معناتها نكونوا
نقولوا ان شاء الله انا اللي نقول ان شاء الله الصحف المصريه والصحف التونسيه تهدي الاجواء وتبين ده مهم خفف معناتها من اللي كان موجود ان شاء الله معناتها هذا اللي نحن نبغاوه وانا زي ما نقولوا نحن صحف واحد بنحبوا بعضنا طبعا ان شاء الله ما تكونش في ما تفرقناش مع بعض ان شاء الله اكيد اخيرا توقعاتك للمباراه او للفائز بالبطوله بقى من خلال مباراه العوده وهل شايف ان الاهلي فعلا اقرب بعد نتيجه امبارح ولا لا؟ والله انا مش نقول حاجه وان شاء الله معناتها انا بحكمي لعبت انا لاعب الترجي طبعا ونحب الترجي اكيد طبعا ونحب فريق كل واحد يحب يتمنى لفريقه النجاح والانتصار مؤكد كما لاعبين النادي الاهلي يتمناوا النجاح للاهلي كل نفس الشيء انا نقول اللي هي المباراه مش منتهي 2-0 الترجي غير طبعا 2-0 الترجي غير اوكي هتتكلمني في التليفون دي توقعات حضرتك وان شاء الله الاهلي هو اللي يتاهل وهكلمك في التليفون برضه او الاهلي هو اللي يفوز بالبطوله يعني. يا فضل ما بعد احنا بنصير هيك ونهزم ان شاء الله ربنا يوفقك انا عندي كارت ترجي ان شاء الله نقول هالشكل للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون الاهلي هو اللي موفق يا كابتن خالد نورتنا وشرفتنا طبعا كانت مداخله قيمه جدا ومهمه جدا كمان من كابتن خالد بدره نجم الترجي السابق ونجم المنتخب التونسي واكيد شيء